هنستعرض مع بعض احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر، وهنبدا من محافظه القاهره. شارع رمسيس بيشهد كثافات مروريه بسيطه جدا دلوقتي، مكمله لحد شارع الجيش وصولا لميدان العباسيه. هنفضل ماشيين لتقاطع شارع صلاح سالم، هناك هنلاقي برضو كثافات بسيطه. لو رحنا عند كوبري الجلاء هنلاقي ان في سيوله مروريه مكمله لطريق العروبه، وعند كوبري المطار في كثافات نسبيه هتبدا تقل وتختفي واحنا داخلين على طريق المطار. عند كوبري الحدائق للي جاي من الزاويه ومتجه للفنجري، وكذلك الامر اعلى كوبري المطريه للقادم من الكابلات. كورنيش النيل للي جاي من المظلات في كثافات مروريه بسيطه متحركه ومستمره لحد وسط البلد. طريق الكورنيش بدايه من المظلات في كثافات مروريه متحركه في الاتجاهين، سواء المتجه الى مناطق وسط البلد وحلوان او المتجه للمؤسسه وكوبري اكتوبر، برضه عليه بعض الكثافات خاصه في المنطقه من وسط البلد لغايه نزله غمره. لو رحنا محافظة الجيزة، شارع الهرم بيشهد في الوقت الحالي بعض الكثافات المرورية واللي ظهرت في منطقة مشعل وفي شارع العشرين والحد الطلبية، وكثافات للمتجه لكوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين. المحور للقادم من أكتوبر في كثافات مرورية قبل الدائري، ومستمرة الكثافات المتقطعة لحد نادي الزمالك، بعد كده بتنتهي. ده طبعا بعد توسعة كوبري 15 مايو اللي عمل استيعاب شديد للحركة المرورية. أما المحور للمتجه لأكتوبر فهيلاقي عليه سيولة مرورية، لكن إجمالي الحركة في الجيزة بسبب المحاور الجديدة اللي تم افتتاحها زي محور الفريق كمال عامر ومحور المهندس شريف إسماعيل وغيرها من المحاور اللي عملت سيولة مرورية كبيرة. لو رحنا محافظة المنيا هنلاقي إن في سيولة مرورية في عدد كبير من الطرق. لو مشينا على الطريق الصحراوي الغربي من محافظة بني سويف لمحافظة المنيا هنلاقي في سيولة مرورية. طريق الشيخ فضلي في سيولة برضو مرورية على طول الطريق ما عدا بعض الكثافات البسيطة. أما طريق المنيا مغاغة ففي بعض الكثافات البسيطة والغير مؤثرة. أما الطريق الصحراوي الشرقي في كثافات مرورية بسيطة. هنكمل مع بعض جولتنا ونروح محافظة الشرقية. طريق الزقازيق منيا القمح فيه سيولة مرورية. أما الحالة داخل مدينة الزقازيق هنلاقي كثافات مرورية بسيطة في طريق المحافظة والجامعة. كمان في سيولة مرورية عند موقف المنصورة ومدخل الطريق الجديد لدرب نجم. أما طريق أبو حماد للإسماعيلية فماشي بشكل كويس جدا ما عدا بعض الكثافات في مداخل بعض المدن بسبب تنظيم حركة المرور. دلوقتي هنستعرض مع حضراتكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة لسه مستمرة الموجة شديدة الحرارة، والطقس هيكون شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، وكمان في ارتفاع في نسب الرطوبة. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 39، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 45، وأقل درجة حرارة هتكون في مطروح 33. تفاصيل الطقس كلها معانا بس بعد شوية.